سلام يام. اهلا يا نجيب، حمد لله على السلامه يا ولد. الله يسلمك. سلام يا ابوي. اهلا، ازيك يا نجيب يا ولدي؟ نشكر الله. ازاي احوالك وكيف حال ابونا معاك؟ وش عرفك اني كنت مع ابونا؟ وانت بتروح حته يا ولدي غير الكنيسه؟ الله يباركك يا نجيب، لكن ما تهملش ابوك يا ولدي. انا كبرت والصحه ما عادتش تستحمل، وانت الكبير يا ولدي، انت السند. ويطول لنا في عمرك يا رب. انت عارف كديه انا بحب ابويا وامي، لكن انت عارف برضيك كديه انا بحبك. يا رب اذا كنت هقدر على اشتياق قلبي فعرفني طرقك وهون عليهم، واذا كنت مش هقدر على الحكايه دي فعلمني اكون عبد صالح لي. ترى نجيب يا ولدي، أخك واخدك ورايح فيه. تعال اقعد بدل الوقفة دي. حافظ. تعال اقعد، سالفة الحتة دي وشوف القطانة أكون خدت الدواء. حاضر يا ابوي. استنى، قوم انده نجيب الأول، من الصبح على لحم بطنه والدنيا مست علينا. حاضر يا ابو. بارك انت يا ابو نجيب الاول الاكل، ولدك ياكل على مهله. يا نجيب. اشكرك يا رب على نعمك الكثيره وعلى عطاياك اللي ملهاش حدود. ما يجي ياكل معانا. انت عارف صح اني ولدك مش فاضي، سيبه على راحته. بنصلي صح؟ ما انت عارف نجيب يا ابوي وعارف حبه لربنا. على قد ما انا فرحان بحبه بربنا، على قد ما انا خايف لا يهملنا. يهملنا ويروح فين يا ابوي؟ قصدك يهملنا ويروح الدير؟ ما هو ده اللي مخوفني يا ابو نجيب، انه يسيبنا ويهملنا ويمشي، وانا ما حلتش غيره هو وفارس. يا ابو نجيب، ما هيكونش خوفك عليه قد خوفي، ولا حبك ليه قد حبي. اني اللي اشتلته في بطني، اني اللي دمه من دمي، لكن نقول ايه، ما عنديش اغلى منه قد من ربنا هديه. يمكن لما يترهبن يبقى بركه لينا وللبيت كلاته. ربنا يقويه ويختاره يا ابو نجيب. ما تقلقش يا ابوي، بس انت ادعي له. لتكن إرادته ومشيئته. يا رب انت عارف كديه انا نفسي اكون معاك، وما فارقك شو واصل، لكن انا خاطي وبعرفش هتقبلني ولا لا. يا رب ارحم صنعة يديك، عرفني طرقك وفهمني سبل. ارحم يا رب صدقت يديك. يا ابو يا ابو لا يول السواح، ما تاخدنيش اكون من ولادك ولا انت يا ابن الطنس، ما ينفعش اكون ولدك. منورة يا ام الولاد. خد 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 القرشينات دول، تجيبي بيهم دقيق وتودي الكنيسة بوق. ومنين القرشينات دول؟ ايه، اول رزق في المكنة الجديدة. اقول مبروك ازغرط. بس بقول لك ايه، نشيل منهم باقي قرشين، احتمال نحتاجهم. ها ما انت اتخبطتي في دماغك ولا ايه؟ ليه؟ ده حق ربنا، وهو بعد كده يعيشنا ويأكلنا ويشربنا.
ودول كمان اول بيضات الفرخه اللي حدانا تجيبهم، هوديهم الكنيسه مع الدقيق بتاعك. انت مش احسن مني؟ الله يباركك يا ام الولد. يبارك فيك يا ابو نجيب. قطر رايح وقطر جاي والكل واحد، لكن مين ينزل المحطة دي ومين هيفضل؟ عارفش يا ترى يا رب هتكون محطتي فيها ولا هفضل قاعد كده. عايز اوصل ليك يا رب قبل ما توصل محطتي، خايف اتوه وملحق شركه بالقطر اللي اخره ملكوتك، وخايف كمان اتوه في العالم وابعد عنك. يا رب ارشدني لطريقك، يا رب ارشدني لطريقك. مالك يا نجيب يا ولدي؟ مالك يا نجيب قاعد كده ليه؟ يا ابوي خلاص ما قدرش ما قدرش. اتكلم يا ولدي، فضفض. حصل ايه يا نجيب؟ قول. انا في حاجه من سنين جوايا نفسي اعملها وكاتمها، ما قدرش اقول لكم، لكن لازم اقول. ما تقولش حاجه يا ولدي، احنا عارفين كل حاجة وحاسين بكل حاجة. واني كمان عارفة. الله يبارك لك يا نجيب. خلاص يا نجيب، أنا مش عارف أقول لك إيه. خليك معايا يا أخوي، أنا ما أقدرش أهملك. يهون عليك تسيب أخوك، يهون عليك تسيب أخوك لوحده. بسرعة يا فارس. أنا مش كنت على طول أقول لك هيجي يوم أسيب أبوك وأمك أروح لأبوي وأمي؟ أنا كنت فاكرك عم بتهزر معايا وما كنتش بفهمك، لكن دلوقتي فهمت. هتوحشني قوي خلاص. بعدين مش وقت عياط. اسمع يا فارس، لو كنت صحيح بتحبني خد بالك من ابوك وامك، حطهم في عينيك واقفل عليهم، رعاهم فارس. Thank you.
يلا ابو نجيب، يلا نجيب عشان نحضر القداس من اول. تعال. ما هو يا ابو نجيب، يلا يا فارس. تعال تعال، استناني يا ابو نجيب. همي يا ابو نجيب. ما هو يا ابو نجيب، يلا يا فارس. هو لازم يا بوي نكون من اول القداس في الكنيسه. واه، لما باجي افصل لك جلبيه بلاقيك صاحي من فجر ربنا وبصحي البيت كلاته معاك. انا بحب الحاجه اللي بتعملها بيدك. واه، الحاجه اللي بعملها بيدي بتفرحك ومش عايز تفرح باللي بيعمله لك ربنا في السماء؟ ده جسد ودم ربنا يا نجيب. ما هو يا نجيب، مش ربنا قال بكروا الي تجدونني؟ طب هو ليه اسمه قداس عاد؟ اسمه قداس عشان بنقابل فيه القدوس. تعال يلا. هم يا نجيب. نورتوا البرية ونورتوا الدير. ربنا يخليك. ايه اخبار الدير في بوش؟ نشكر الله يا ابونا. سلام يا اخ نجيب. اهلا وسهلا الاخ نجيب. الاخ نجيب من زرابي دير المحرق، وجاي طلب بركة الرهبانة هنا، ومعاه جواب من رئاسة الدير في بوش لابونا الرب. طيب نبلغ ابونا الربيطة وربنا يعمل الخير. أنا قريت الجواب عنك وعرفت عنك كل حاجة، ولازم تعرف إن العيشة في بلد يورا تختلف كليا عن العيشة في بوش وأهل المدينة. الرهبنة هي التعب من أكل الحبيب. أكيد لما بقولها هيجويني. عموما إحنا نختبرك وإنت اختبر نفسك وربنا يعمل الصالح. ربنا يسندني بصلواتك يا بونا. روح مع بونا وهو يعرفك النظام وطقس الدير. يحللني يا بون. ربنا يحلك ويدبر لك امورك ويختار لك الصالح. يلا معايا اخ نجيب اتفضل. يا اخ نجيب. ايوه يا ابونا. ايه اللي انا سامعه ده؟ اخطي اتحلل يا جود سابونا، الحب هو اللي كان دايب واتقطع في ايدي. اسمع يا ابني، انت تحضر التسبح وتحضر القداس وتسيب الدير عشان خاطر ربنا يا جود سابونا، ما تحرمنيش من الرهبنة. انا ما قلتلكش سيب الرهبنة، انا بقول لك سيب الدير. Thank you.
كلم ابونا الربيط. سلام يا ابونا. ابونا قال لي انك جاي من دير الانبابونه. ايه اللي حصل؟ سبته ليه؟ انا ما سبتوش يا ابونا، ده وانا بدق الجرس الحبل اتقطع في ايدي، فزعل مني الربيطه وقال لي سيب الدير، وانا سبت العالم يا ابونا وما قدرش ارجع له تاني، فقلت لأم أنطونيوس ممكن يقبلني. وانت يا ابني قعدت قد ايه في دير الأنبابونة؟ سنتين. وانت عندك كم سنة دلوقتي؟ يجي 30 31، حاجة زي كده. وانت منين يا نجيب؟ وأهلك يا ترى في حد معاهم بيرعاهم ولا انت وحيد؟ أنا من زرابي دير المحرق، وأبويا اسمه شحات. طيب يا ابني، احنا نشوف إرادة ربنا، إن كان رايد لك الرهبنة هتقعد معانا ونختبرك، وربنا يرشدك ويرشدنا للصالح. احب عليك يا ابونا، ربنا يقبلني ويجعلني ابن القدس. يا ابونا انت روح مع ابونا دلوقتي. يا ابونا. نعم يا ابونا. خده معاك. روح معاه. روح معاه. روح معاه. اتفضل. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع الملك الملك للأبد آمين. أشكرك يا رب. بقى انت يا نجيب خلاص هتلبس لبس الرهبان وتكون واحد منهم. انا مش مصدق يا ود، انت ما تستحقش حتى تخدمهم وتشيل مطرح منهم، ولا حتى تاكل ولا تنام مكانهم، تصبح في يوم وليله كده زيك زيهم. لو يكون موجود لمبة برقام كمان. أشكرك يا رب على محبتك ونعمتك، أنت يا رب عارف اشتياق قلبي، احفظني وارشدني
وقويني وساعدني اسلك بنجوة القلب طول ايام حياتي. ثبتني وامسك ايدي ومشيني في طريق القديسين اللي حبوك من كل قلبهم. اشكرك يا ابويا انطونيوس لانك قبلتني كيف ما قبلت ابونا بولس البسيط وصار من تلاميذك. يا سلام يا ريت نكون لو كد ضفر من رجليه، لكن انا خاطي وعبد بطال يا ابويا. تمسينو اشويني شيرين تبعيني امتن هوس ابشوي سنتيني هم هوبوس انت خاري موتنا امسوي تنتيني نفسي شي خيمم جين اسرن اولي اراتي ام بكم سوسو ماتيكوس الي اوي بوليت ام بالنوز ام بهن من تاتي افشي يسطوس راهب على دير القديس العظيم الانبا انطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الاحمر امين. آمين 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 الكتاب المقدس يا أحبائي بيقول يشبه ملكوت السماوات تاج اللآلئ بيبحث عن اللآلئ الجميلة، ولما وجد لؤلؤة غالية جدا وكثيرة الثمن ذهب وباع كل ما عنده واشتراه. يقول الكتاب أيضا ادخلوا من الباب الضيق. الرهبنة أبهات عظيمة جدا، والراهب الشاطر هو اللي يسلك الطريق بجد، جد في حياته، جد في علاقته الخاصة بربنا، جد في جهاده الروحي، جد في علاقته بإخواته الرهبان، جد في قيمة الوقت يقدره، لأنه كل شيء في عين الراهب مقدس، ولأنه أصبح ضمن القضيع السماوي يسلك كالسمائيين وهو على الأرض. عشان كده الرهبان اتسموا بالملائكة الأرضيين أو البشر السمائيين. فلنسلك يا إخوتي كما يسلك الملائكة، ونحب الرب ونخدمه بكل قوة وهمنا ونشاط. Oh,
واتعلم منك. علمني يا رب احبك، مش كتر الجول وكلام على طول هو اللي جربني منك، مش كتر الجول وكلام على طول هو اللي جربني منك. وكلامي ليك من قلبي وفعالي تبين حبي، حامل هم الأيام مستني تمر جواب، حامل هم الأيام مستني تمر جواب. أسكت وأتعالى واتعلم منك، علمني يا رب احبك. اسكت واتعلم منك، علمني يا رب احبك. اسكت واتعلم منك، اسكت واتعلم منك. ابونا يسطس عامل في حاله كده ومبهدل يعني، وازاي الناس بيعرفوها باي هيئته دي؟ ده انا نفسي اول ما جيت الدير ما كنتش قادر احدد ان كان راهب ولا لا. بالذمه يا جدع انت مش فاهم حاجه، دي حاجه بتاعت ربك. يعني هو كان حد يعرف يوسف قبل ما ربنا يختاره؟ لا. اقعد. حتى عندك كمان موسى اللي كان لسانه تقيل، ومع ذلك ربنا اختاره عشان يوصل شريعته وصيال شعبه. وداود، داود اللي كان اصغر اخواته وكان الا كده، ومع ذلك ربنا عمل بيه عمل كتير. هنروح بعيد ليه؟ الست العذراء ام النور، البت الغلبانه اللي ربنا اختارها عشان تبقى للمسيح، تبقى ام المسيح مخلص العالم كله. بص يا جدع، ايوه انا عايز اقول لك ان دي حاجات مش من صنع بني ادمين. أي. ده عمايل الاب السماوي، ملكوته يجي على غفله وروحه تدي مين ما تحب، لان نعمه ربنا بتشتغل في القلب النقي النظيف البسيط يا ابونا. ومفيش حد يعرف قلب ابونا يسطس اكتر من اب اعترافه مننا، عشان هو بيقعد قدامي وبيحكي لي كل حاجه، يحكي لي كل حاجه، حتى في لحظات صمته بلاقي ربنا كفايه كلام يا جدع. يلا نمشي، كفايه كلام. سامونا. اهلا. سلام يا ولد ابونا. السلام والنعمه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابونا. عاملين ايه في الدير؟ مبسوطين؟ الحمد لله، ربنا معانا وبركه الانبا انطونيوس ما بتسيبناش ابدا. ان شاء الله دايما يا ابونا. انا جاي اخد بركه الدير، وجاي ومعايا في العربيه شويه حاجات كتير علشان الدير يا ابونا. خير ربنا كتير، يعني احنا مش محتاجين قوي يعني. لا يا ابونا، لا 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 لا، حاجات هتعجبكم ان شاء الله. يا ريت تبعت اي حد يشيل الحاجات من العربيه، الحاجات كتيره قوي، وبعدين ان شاء الله هتكون كافيه جدا لاحتياجات الدير ان شاء الله. ابونا في ايه يا ابونا؟ لو كانت عجبك لحالك يا ابونا. في ايه ده ابونا يسطس؟ ده البركه بتاعت الدير. بركه؟ امشي معايا. انا ابونا بالراحه ابونا، رقبتي اتخلعت يا ابونا. في ايه؟
ارجع يا ابني عن اللي انت فيه، ربنا بيحبك ومستنيك. توب توب احسن لك. اتوب؟ اتوب عن ايه يا ابوي؟ بقول لك توب، توب عن النصب والغش واكل حق الغلابه، ما عن طريق الشيطان، وكفايه عليك مرضك. اقول كمان؟ لا لا يا ابوي، ما تقولش ما تقولش يا راجل يا راجل، كأنك انت كنت بتقرا في كتاب مفتوح. توب احسن لك. ايه الراجل ده؟ ايه الراجل الغريب ده؟ ايه ده؟ مش ممكن مش ممكن. ازاي الراجل ده عارف حاجات محدش كان ممكن يعرفها عني ابدا؟ ايه ده؟ يا ترى كل الاباء الرهبان عندهم نفس المواهب؟ لا 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 لا، ده انا كده حياتي بقت مكشوفه ومعروفه. يا نهار اسود، ده انا كده اتضحت. ايه ده؟ ايه ده؟ انا خايف من الرهبان، خايف من الرهبان وعامل لهم حساب، ومانيش خايف منك انت يا رب. يا رب سامحني بقى، سامحني سامحني واعفي عني. مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ ابونا يسطس ضايقك؟ زعلك في حاجه؟ لا 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 يا ابونا، لا ابونا يسطس ما ضايقنيش ولا زعلنيش ابدا. بس تعرف يا ابونا، ابونا يسطس ده مش راجل بركه بس، لا يا ابونا. امال في ايه بس؟ ده راجل قديس. قديس شويه، بسرعه شويه، هنا اتحرك. يلا سيدي، اتحرك شويه. بس هدوء، ايه الهيصه اللي انتوا عاملينها دي؟ ثانيه واحده، هاند ابونا واجيب. يعني كان لازمته ايه الدير اللي في اخر الدنيا ده؟ لازمته ايه ازاي بس؟ احنا مش جايين عشان ناخد بركه الدير والرهبان والاباء القديسين. من قله الاديره في مصر لازم تجيبينا في اخر الدنيا، وبعدين زمن القديسيه خلاص انتهى. ما انتهاش ولا حاجه، لسه القديسين موجودين، وربنا كل يوم بينور لنا نور واحد منهم عشان نعمل زيه. بعدين لكل شيء تحت السماء وقت. طب شاوري لي على قديس واحد من اللي بتتكلمي عليهم ده.
عندك هنا في دير الانبا انطونيوس في قديس عظيم، مفيش ناس كتير تعرف عنه، بس هو فعلا قديس. ويطلع مين ده بقى؟ ابونا يوستوس الانطوني. يوستوس؟ بتقول يوستوس؟ الكلام ده مفهوش هزار، وبعدين ده قديس عظيم. بطلي بقى الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي. طيب بس من فضلك ما تجيبي السيره دي تاني، ويا رب يعدي اليوم ده على خير. سامحني يا ابانا، انا كنت غلطت في حقك. هسامحك عليا يا جدع، ما كنتش تفك فيا ما لا تفك فيا. ابونا سلام يا ابانا. مرحبا. ازيك يا ابونا؟ اهلا يا دكتور جورج. الحمد لله على السلامه يا دكتور جورج، يا اجدع دكتور. ما تعرفش ابونا الاقي ابونا يوستوس فين؟ ربنا يعوضك. ابونا يوستوس انا تخيلت بيه، انت عايز ابونا يوستوس في ايه؟ محتاجه في موضوع مهم جدا، ربنا يعوضك يا ابونا. ابونا يوستوس ممكن تلاقيه في جنينه الصخره اللي قدام قصر الضيافه، او ممكن تلاقيه قاعد عند عين الميه. شكرا يا ابونا، اذكروا نفس الوقت كده. ربنا معاك. الانبا انطونيوس يحفظك. يا ترى تقدر تساعدني وترشدني يا ابونا يوستوس؟ اسافر بره البلد ولا استنى واكمل رساله الدكتوراه؟ يا رب يا رب اختار لي الصالح وادي نعمه في عين ابونا يوستوس. اهلا اهلا اهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا شيخ، نورت بخير وان شاء الله ناخد بركتكم. معلش الطريق كان طويل عليكم شويه، بس ان شاء الله تنبسطوا معانا هنا في الدير. دلوقتي هتفضلوا في الدير، هنوريكم المغرفه وهتناموا فين، وان شاء الله تنبسطوا معانا. سلام يا ابونا. الساعة كام للوقت؟ الساعة يا ابونا 4، الساعة 4:30 يا ابونا. الساعة كام للوقت؟ بص يا ابونا، انا جاي لك في مشكلة كبيرة جدا مش لاقي لها حل. الساعة كام دلوقتي؟ انا عايزك تصلي لي عشان خاطر. الساعة كام دلوقتي؟ هو يا ابونا كل ما اجي اتكلم معاك تسأل على الساعة كام؟ تسأل على الساعة ليه؟ هو وراك الديوان؟ لا يا ولدي، ما ورايش الديوان، انا ورايا السماء. انت مشغول بالارض واتعابها ومشاكلها، بس يا ولدي لكل شيء تحت السماء وقت. الساعة كام دلوقتي يا ابونا؟ يا ابونا اسمعني بس، هحكي معاك. تتفي في ايه؟ بقول لك ابونا يوسف اهو. ليست تلميذ افضل من معلمه، ولا العبد افضل من سيده. يكفي التلميذ ان يصير كمعلمه، والعبد مثل سيده. إن كان وقد لجبوا رب البيت ببعل زبول، فكان بالحريال لبيته، فلا تخافوا. ابونا استني بس شويه كده وهنروح له،
واكيد هو هيقعد معاكي. تفتكري هيرضى؟ صلي بس وربنا يدبر باذن الله. يا رب يا رب. أنا آسفة إن أنا غلطت في حقك. فضلك سامحني. يا بنتي الجداسة مش بالوساخة. الجداسة بنجاوة القلب. بس أنا يا ابونا سنة خاطية. سنة مستهترة. بس أنا ما يهمهاش في الدنيا غير اللبس والضحك واللعب وبس. أنا فعلا إنسانة مش كويسة. يا بنتي محدش فينا كويس من نفسه. كلنا محتاجين رحمة ربنا. بس أنا يا ابونا ما استاهلش رحمة ربنا. ياكي فاكرة عشان أنا راهب أبقى أحسن منك. لا، الطريق الضيق له صلبان كتيرة والكل واحد صليبه، وربنا عايز الكل وما عايزش حد يبعد عنه واصل. هتبكيني ليه يا بنتي على حالي؟ أقول لربنا إيه؟ كل اللي قدرت عليه اللي تعلمت السكوت. يا بختك يا بنتي وانت قاعدة فاتحة قلبك لربنا كده. يا ريتني كنت عارف أحكي وأقول زيك. أبونا تفتكر ربنا هيقبل توبتي؟ نشكر الله نشكر الله نشكر الله. كلام سهل مش بالكلام مش بالكلام القلب يطلع للسما، ولا باللسان اقدر اقرب من يسوع. اوقات انا ببقى ساكن بس بحس بمسكاتي اقوى من الدموع. ساكت بس جوا قلبي كلام كتير وربي سمعه من غير ما اقوله. خلاص
نويت يا ابونا؟ نشكر الله. طيب يا ابونا يا ترى هتتاخر ولا هتحن وتعاود بسرعه؟ نشكر الله. ربنا معاك يا ابونا. طيب خد يا ابونا اسمع، دول 20 جنيه لزوم السفر يا ابونا. يا ابونا يا ابونا هتحتاجهم يا ابونا، خد خليهم معاك حافظ عليهم. يلا يا ابونا. نشكر الله. نشكر. ترجع بالسلامه يا ابونا. سلام يا ابونا، مع السلامه. ربنا يخليك ويبارك فيك ويحافظ عليك وتوصل بالسلام. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتير. لله يا محسنين، لله لله يا صاحبة البيت. ربنا يحنن عليك يا خالة. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتير. لله يا ست هاني. حسنة قليلة تمنع بلاوي كتير يا ست هاني. لله حسنة قليلة تمنع بلاوي كتير. حسنة لله، حسنة لله، حسنة لله يا سيد، حسنة لله يا حضري، حسنة لله. حسنة لله، حسنة لله، حسنة لله. نشكر الله. نشكر الله ونحمد فضله. تذكرتك يا سيد. نشكر الله. حلو، اليوم باين من اوله. اللي معوش تذكره هطوقه، واللي مش هيدفع هسلمه للباشا بنافه، ولازم يسلمه للمركز. ماشي يا عم. نشكر الله. انا مش ناقص ولا اللي فيا مكفيني. هتدفع ولا؟ نشكر الله. قوم معايا، انت مش نافع معاك الكلام. قوم معايا. قوم يا راجل، انت تعبتني. انا حرام عليك. انا يا عم، يا اخي ما عندكش رحمه، ما عندكش قلب ولا ايه؟ كفايه حرام عليك بالراحه شويه. انت لا قاضي ولا عسكري ولا ناظر محطه. يا حضره الناظر، تعبت من الناس دول قوي، وخصوصا الراجل ده. عيب يا اخي، ده قد ابوك. ابويا ابوي عمال يتمهزك عليا من الصبح ويقول لي نشكر الله نشكر الله، ومش عايز يدفع تذكره. مش عاوز تقطع تذكره ليه؟ نشكر الله على الحال ده من الصبح. خلاص صفر انت للقطر واطلع، وكفايه تاخير. يلا اوامرك عبد الناصر. يا ابويا اقعد ريح. نشكر الله. وبعدين يا نازل احنا ده سايبينك ده
ما ندفع لثمن التذكره بدل البهجه اللي هو فيها دي. انت ما شفتش عمل ايه مع الشحاته؟ وانا يعني مستنى اما تقولي، بس اعمل ايه، العين بصيره والايد قصيره. ربنا يسامحنا. لعلمك ربنا مش هيسيبه. القطر ما عايز يتحرك لا قدام ولا ورا. يعني ايه القطر مش هيتحرك يا حلاوه يا اولاد؟ انا اول مره اشوف حاجه زي دي. انت عارفين قطر يتاخر عن ميعاده يعني ايه؟ ما انت سامع سيد بيقول ايه يا حضره الناظر. وبعدين بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. بقول لكم ايه، انتوا عايزين القطر ده يتحرك، خلوا الراجل ده يركب القطر طوالي وهو هيتحرك. يا بوي يا بوي، انت لو ركبت القطر القطر يمشي؟ اشكر الله. طب قوم قوم اعمل معروف، قوم اركب القطر الله يخليك. قوم حلوة خالص. قولها تاني، قولها يا جدع، قولها. حاضر يا ابونا. اسمع يا رب للحق، انصت الى صراخي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا ابونا يوسطس، الحمد لله على السلامة. نورت بيتك ومفرحك. اهلا يا راجل يا بركة، الحمد لله على السلامة. ازيك يا جدع؟ ازيك؟ اخبار البلد ايه تحت؟ حلوة؟ نشكر الله. نشكر الله يا ابونا على وصولك بالسلامة. هي الساعة كام معكم دلوقتي؟ كتير 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 قوي يا جدع. يا نورت دير. اتفضل اتفضل. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كاسرة رفضك تنفو اسمك، تغسلني كثيرا من اسمك. انت جيت يا ابونا يوسطس. يا ابويا انا بتعبك كل يوم، كتر خيرك يا ابويا كتر خيرك. سلام يا ابونا ماكسيموس. سلام يا ابونا الراي. ازيك وزي صحتك؟ الحمد لله. طب انا عرفتني من صوتي، وابونا يوسطس تعرفه من صوته ولا من صوت جلابيته اللي عماله تخشول؟ ابونا يوسطس، ابونا يوسطس بعرفه بجلبي. ايوه يا حاج، انا تحت امرك، البضاعة جاهزة وتيجي تستلمها في أي وقت. أيوة بس أنت كمان تكون جاهز. لا لا تحت أمرك في أي وقت يا حاج، كل سنة وأنت طيب. مع السلامة أنت بقى. صباح الخير يا بابي، عامل إيه؟ أنا الحمد لله. صباح النور يا عيون بابي. أسأل بقى سؤال، حضرتك جاية تفاجئيني بالزيارة الجميلة دي ليه؟ يعني هو لازم عشان اجي لك اكون عايزه حاجه يا بابي يعني؟ انت هتضحكي عليا يا بنت، انت هتلفي وتدوري عليا. بالاخر عايزه كام؟ هو مبلغ صغنطوط قوي، حضرتك عارف ان العيد قرب واحتياجات اخوه الرب يعني. انت بتقولي ايه يا بنتي؟ طبعا ليك حق، احتياجات اخوه الرب من عينينا الاثنين. اللي احنا فيه ده كله، الخير اللي احنا فيه، كل ما نملك عطية من عطايا رب، عطية بسيطة من عطايا أهلينا. يبقى لما أخوة الرب يحتاجوا لشيء لازم إحنا كمان نقدم لهم إيد المساعدة، على الأقل نرد شيء بسيط من عطية ربنا لينا. ربنا يخليك يا بابي. على فكرة بعد بكرة في رحلة لدير الأنبا أنطونيوس،
يا ريت تيجي معانا، هتبقى فرصه حلوه قوي. انت قلت اديني الان بنين انطونيوس. اه دينام انطونيوس. لا لا قصدي انا ما عنديش مانع ابدا اروح دير الانبا انطونيوس. تعرفي دير الانبا انطونيوس بركه كبيره قوي. عايزك بقى تعدي على منى وتاخدي اللي انت عايزاه، بس ما تحفيش. ربنا يعوضك يا بوبي. سلام بقى. سلام يا روحي، مع السلامه. دير الانبا انطونيوس، انا هقابل الراجل ده تاني، انا عارف ان انا هقابله. الساعة كام دلوقتي؟ اشكر الله. يا ابونا حاضر حاضر. لو الفرع ده بعد عن الشجرة يحصل له ايه؟ يموت يا ابونا. وانت كمان هتموت. ايوه يا ابونا، كلنا هنموت يا ابونا، بس انا خلاص صدقني يا ابونا، انا تبت تبت يا ابونا. ده انا عملت كل اللي انت قلت لي عليه. ايوه، بس انت بعيد عن الكنيسة والمناولة، لازم حياتك تتغذى وتتراوي بجسد المسيح ودمه عشان تعيش معاه. فهمت يا ولدي؟ الا قولي الساعة كم بالوقت؟
عبدك أحيا واحفظ أقوالك، اكشف عن عيني فأبصر عجائب من ناموس. أبونا يسطس، أنت بتعمل إيه عندك في وقت زي ده؟ أنت في حاجة رايحة منك يا أبونا؟ قول لي أفتش عليها معاك. إيه، حصل إيه يا قدس أبونا؟ نشكر الله. الساعة كم معاك دلوقتي؟ كمل يا أبونا كمل. غارب أنا في الأرض، لا تحجب عني وصاياك. مين المادة؟ أبونا يوسف. ربعمية مطلع ولسه هيكمل. عظيم هو إيمانك يا أبونا يوسف. زيارتك لدير الأم بنطونيوس يا طموف، وإيه أخبار الدير؟ الزيارة المرة دي كانت غير كل زيارة، وإن كان على الدير فالدير مليان بركة بقدسيه. دير الأم بنطونيوس ده الدسم كله. كلامك يا طموف بيقول في حكاية حلوة هنسمعها. صحيح، حكاية كل واحد يسلم حياته وقلبه وفكره للسيد المسيح، حكاية صوم وصلاة بالانقطاع ومحبة ونسك. احكي لنا يا طموف، احكي شوقتينا. هحكي لكم. ساعة سماع صوت جرس التسبيحة وانا في طريقي للكنيسة وبالظبط قدام قلاية ابونا يوسطس، بصيت لقيت نور جامد جدا خارج من القلاية، وشفت النور من الباب وبخور، والقلاية كلها من بره مشغولة صلبان منورة وريحة حلوة طالعة من الباب. حاولت اشوف ابونا يوسطس لكن ما قدرتش من شدة النور، وسمعت صوته وهو بيقول المزامير. سبح الرب يا جميع الأمم، ولتبارك كافة الشعوب، لأن رحمته جويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. أمين. هللويا. المجد ليك يا رب، المجد لقدسيك الأبرار، مبارك هو اسمك. سلامتك يا جدع. عامل ايه؟ عامل دلوقتي؟ سلامتك انت يا ابونا بسخريون. سلامتك يا جدع. سلامتك يا ابونا يوسطس. ايه يا ابونا يوسطس؟ انت عجزت ولا ايه؟ دول شوية طراوة يا ابونا سناسيوس. كل ده شوية طراوة؟ يسوع
ماشي يا جدع. يا بابور الساعة ناصر يا مقبل عالصعيد، يا بابور الساعة ناصر يا مقبل عالصعيد. سلام. السلام والنعمة يا أمنا. ما تعرفش ألاقي أبونا يسطس فين؟ عدقولي أبونا يسطس؟ أيوة أبونا يسطس القديس الصامت. ده دهلا قديس ولا صامت؟ هو فيه قديس يبقى معفن في نفسك ده؟ أيوة بس احنا متأكدين انه بركة وقديس كمان. قديس وبركة؟ ده دهلا قديس ولا بركة ولا يحزنون. وتعالوا ورايا وانا هفرجكم. يلا تعال ورايا. الحقي يا طماف الحقي. وادي القديس بتاعكم اهو. السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. أنا فعلا محتار في شخصية أبونا يسطس. ساعات احس انه راهب عادل، وساعات احس انه ملاك نازل من السماء، وبتعجب اكتر في صمته الشديد ده. ما تستعجبيش، يامل القديسين طرق وابونا يسطس واخد من الصمت طريق. تفتكر يا ابونا ابونا يسطس من السواح؟ ان ما كانش ابونا يسطس هيوصل للمرتبه الروحيه دي، امال مين اللي هيوصل لها؟ انتوا قاعدين تقولوا ده ايه وده ايه، واللي وزن القلوب هو ربنا وهو وحده اللي يعرف الحاجه دي. قول لي يا بابا، انا سمعت ان ابونا يسطس ما بيستحماش غير مره واحده في السنه، وده زياده في التقاشف وزياده في النصر. رغم كده محدش يقدر يقول ان ريحه البخور اطيب من ريحته، وان قلته على الناس. انا فعلا يا دنيا طالت رحمتي وطالت الايام، حاسس بغربة ونفسي الرب أن تسلكوا كما يحج بالدعوة التي دعيتم إليه بكل طوال الجل والوداع تحت الليل. سلام يا جدع. سلام يا أبويا مسخر يوم. لا لا استحيش يا حبيبي، استحيش. خذ
ده عشان كسوة الشيخ. عندي يا ابوي. عارف ان انت مش محتاج، لكن عشان خاطر العذراء مريم والان بنطونيوس خذهم، ما تزعلهمش. حاضر يا ابوي. حضر لك الخير يا حبيبي. سلام 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 يا جدع. بيهم يا جوادي. حلو، رزق وجه لحد عندك. هتفتري؟ ايوه، انت تاخد الكرشينات وتروح تظبط حالك، ايوه، وتشتري كل اللي انت عايزه، ولا هتبقى صاحب املاك يا ولد. ابونا هو بيغيرش الجلابيه المعارف اللي بتاعته دي. هتموت، بقول لك هتموت، هتموت، بقول لك هتموت. سامحني يا ابوني، سامحني. لا فيش حاجة يا ولد، جت سليمة، نشكر ربنا. سامحني يا ابوني. ايه ده؟ انت واخد بؤجة هدومك ورايح على فين؟ ايه؟ دي حد زعلك يا ولدي ولا ايه؟ لا حد زعلني ازاي يا ابونا؟ لا ده انا صحيت النهارده لقيت نفسي تعبان قوي قوي، كلتي يا ابونا، كلتي وجعاني قوي. انا قلت اروح البلد علشان اشوف العيال واجيب دواء لكلتي. ايوه زعلوني. قال ده انتوا ملائكه، ملائكه يا ابونا. طيب يا جميل، ربنا معاك، تروح وتيجي بالسلام. سلام يا ابونا. صليلي السلام والنعمه. ابونا يوستوس، ابونا. ايوه يا حبيبي، في يا قدس ابونا في. شوف يا جدع، في عامل من عمال الدير تعبان قوي بين الحياه والموت، وكل طلب ان هو يشوفك، فلو سمحت تعالى طل عليه. ابونا يوستوس. استحمل امال. هانت ابونا يسطس زمانه جاي. اوجهها ابونا. سامحني يا ابونا، انا افتريت عليك واستهزأت بيك، والعقاب كان شديد قوي. كل اللي كنت عايز اعمله فيك سمح ربنا انه تعمل فيا. انا الراجل ده لدغ وعقرب يا ابونا. العقرب ما لحقناش نسحب السم من دمه. سامح 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 يا راجل يا طيب، سامح يا جدع، سامح كده. طيب يا ابونا انا مسامحك. كده اطمن يا جدع، ما عاد فيها سم ولا غير. الم الم. سامحني يا الله، سامحني يا قديس الله. مش قلت لك ان ابونا يوستوس ده بركه كبيره قوي؟ مجد لاسمك يا رب، مجد لاسمك يا رب، مجد لاسمك. Meh!
حمارة حلوة اهي محصرة. ايوه نجيبوا حمارة. حمارة حلوة اهي. ايوه ونأجروها ونأجروها و... 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 وكمان ممكن نأجرش بنبيع. لا 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 بنبيع. حمارة ايه؟ هتجيب لي يعني هتجيب لي شوية ملالين. ايوه يجيبوا معزة. معزة ولا حمارة؟ معزة ولا حمارة؟ لا لا دي تعباني. يجيبوا معزة يجيبوا معزة. ايوه ايوه يا جميل نجيبوا معزة. ايوه معزة معزة هنجيبوا معزة. دي ولا دي؟ دي عشر دي. ايوه نجيبوا معزة. ايوه انا هاخد دي المعزة دي المعزة دي. لا انا عايز خروف. هات لي خروف. ايوه انا عايز خروف. هات خروف يا عم. ايوه خروف. هات خروف وتجيب لي ايه؟ لا انا هشتري عجلة. ايوه هشتري عجلة مش جايب خرفان. انا هجيب عجلة. اه نوار كله تمام يا ابني؟ كله تمام يا ابونا. هتتأخر في دير الأنبا بولا يا بونا؟ لا يا بونا هنحضر العيد بتاعه ونعود على طول. تروح وتيجي بألف سلام. الله يسلمك يا بونا. يلا 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 يا جدع يلا. ارجع يا بونا ما تمشيش. ارجع يا بونا سلاسوس. ارجع انت مش قد الملاك. ارجع ما تمشيش. انت نادر الملاك ميخائيل. ابونا يوسطس في عمار بينه وبين الملاك عمار كبير. وانا مش قد زعل الملاك. مش قلت لك هتموت؟ سامعني يا ابوني سامعني. العجله ماتت يا ابوني. كان حاجه انا اموت مش العجله يا ابوني. سامعني يا ابوني سامعني. نشكر الله نشكر الله. ازيك يا ابونا؟ مالك يا ابوي؟ سيدنا البطرك بعت لي انزل مصر مش عارف ليه. سيدنا البابا عايزك عشان هيرسمك اسقف. اسقف؟ قوم قوم سافر ما تخافش. صلي لي يا ابونا صلي لي. انا استاذي يرقوني انا اسقف؟ طب طب ليه؟ انا صحيح عارف ان ابونا يوسطس راجل قديس وله مواهب كتير، لكن انا ما
صدقش اني استاهل ان ربنا يختارني راعي. ازاي ده انا ما حصلتش الخروف في مرعاه ابقى راعي في يوم وليله؟ لا. يا رب يا رب دبر حياتي، يا رب دبر حياتي خلاص يا رب. قلبها يكن عليك يا ابونا يستس. ايه يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابونا عبد المسيح؟ وبتذكرنا في صلواتك ولا لا؟ وحشتني وقفتك معايا في الصلاة يا ابونا، وحشني صمتك. الساعة اتأخرت يا ابويا والوقت بيفوت. ربنا يقويني واقدر اشوفك واطمن عليك. ايه ده؟ مال ابونا يا اسطى؟ عمال بياخد مطانية في كل خطوة من المنارات لغاية الباب. حاجة ابونا حاجة غريبة، بس اكيد اكيد ورا المطانيات دي في حاجة. افتح يا ابونا الباب اما نشوف فيه ايه. افتح. ده زاهد وناسك وابونا يسطس حياته كلها نسك، ده ما بيستحماش غير مره واحده في السنه. ياه، ممكن الواحد في يوم من الايام يوصل ويبقى زي الاباء دول؟ بقول لك ايه يا امنا، اللي بيستحمى هيروح السما، واللي مش بيستحمى برضه هيروح السما. المهم نجاوه القلب، وكل واحد وطريقته. Thank you.
صباح الخير يا ابونا. صباح الخير يا ابا. ابا ما ترد الصباح. ايه دي وما فيش زيك ولا ايه يا باي؟ ايه العجرفه دي يا اخي؟ ده الصباح بتاع ربنا. صدق انا جزمه اللي صبحت عليك، انا غلطان. ابا ابا يا خرب بيتك يا عطر، يا خرب بيتك يا عطر. حدوا لي اهل الشوايب سلوك، حدوا لي مراجعة شوية، مش هيصدقك. ما هتشرب كيف والكتيبة هتستحمى كيف؟ دي كتيبة عفنت ورحت مع عدل الكتايب. يا خرب بيتك يا عطر، يا خرب بيتك يا عطر، يا خرب بيتك يا عطر. حقني يا ابوي، المية اللي على العين راحت. خير خير العين قفلت، عين الميه ما فيهاش ميه. قول لي يا ابونا، انتوا قفلتوا محبس الميه؟ الميه طول عمرها موجوده في العين. اهدى 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 كده وفهمني. انا رحت من شويه العين عشان املى ميه، اصل الكتيبه عفنت وريحتها فاحت بين الكتايب، ما لقيتش ولا نقطه ميه. يخرب بيتك يا عطر. بس مش معقول، العين كانت مليانه ميه، جاي دلوقتي تقول لي ما فيهاش؟ تعال تعال يا جدح، تعال تعال نشوف ايه الميه اللي نشفت دي. تعال اهي يا بول، شوف كده. يا رب المجد. ايه قول لي انت عملت ايه بالظبط يا جدح؟ انا ما عملتش حاجه، صدقني يا ابويا انا ما عملتش حاجه. يا خرب بيتك يا عطوه، يا خرب بيتك يا عطوه. بس اسكت يا خراب. ايه ما يصحش، اسكت يا جدح. انا جيت من الكتيبه على هنا طوالي، جيت عشان ابلى ميه ليا وللكتيبه. ايوه وانا شايف الطريق قابلت راجل عجوز لابس جلابيه كده ملهاش لون، صبحت عليه ما ردش الصباح وراح مشاور لي بايديه كده وما ردش علي. قلت له يا اخي الصباح بتاع ربنا، ايه العجرفه دي وانت ايه؟ بس ما قلتش اكتر من كده. دي الحكايه من تقدر. السلام عليكم. ابونا يسطس، هو ابونا يسطس. طب انت يا جدع لما صبحت عليه مش هو شاور لك يعني رد عليك الصباح؟ ما انا افتكرته عم بيتمقلت علي. ابونا يسطس يتمقلت؟ انت مش فاهم حاجه يا جدع، مش فاهم حاجه. تعالى بقى نروح، تعالى خليه يسامحك. تعالى ده في ناس كثيره عايشه على الميه دي. تعالى. ايوه يا ابونا، هو ماله مال الميه؟ اسكت انت مش فاهم حاجه. تعالى يا جدع، تعالى. خرب بيتك يا عطر، يا خرب بيتك يا عطر، يا خرب بيتك يا عطر. هو ده الرجل يا ابونا. اسكت 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 يا جدع، اسكت. سلام ونعم يا ابونا. انا جاي لك وعارف ان انت مش هتكسفني، عايزك تسامح ابنك عطوه على اللي عمله معاك الصبح. ابونا انت عرفت اسمي منين؟ يا جدع ما انت الصبح عمال تقول يا خربتك يا عطوه، يا خربتك يا عطوه. عرفت البيت وعرفت صاحبه اللي جاي على خرابه. اسكت بقى، اسكت يا يا ابونا يا اسطى. سامحه عشان خاطر، سامحه. يلا جت، يلا خلاص سامحه. روح العين وخد الميه اللي انت عايزها، هتلاقيها رجعت. يلا شكرا يا ابونا. يا خرب بيتك يا عطوه، يا خرب يا عمر بيتك يا عطوه. يا عمر بيتك يا عطوه. مش كفاية كده يا رب، محطتي لسه ما جاتش. نفسي انزل باقي من قطر العالم، اركب قطر السماء، لسه اشوف المكان اللي قال عليه بولس الرسول ما لم تره عين.
ما لم تسمع به أذن. يسأل بالجلبية جديدة مش من صنع البشر، لا من صنعك انت يا رب، من صنعك انت. ساعتها قلبي ما هيبطلش كلام. ساعتها هقول كل اللي في جانبي، مش هقعد ساكت زي هنا. الحديد هيكون معاك انت يا رب، ومع جد سيبك. انا نفسي اشوفك يا ابويا انطونيوس. انت يا ابويا بول اشتاق يا رب. انت روح لك، انت توكي جديدك يا رب. انت غريب يا رب، ومليش حد غيرك. اديني قاعد جنب الميه كيف السمريه، ولو اني مستحقش اكون زيها. قلبي زي الارض البوف، محتاج نبعك. مشتاق تروي قلبي العطشان لعشرتك. قدي يا رب بكون فرحان وانا شاعر انك محاوطني، وكديه بتكون فرحتي لما بتقولي انك اشتريتني. انا ملكك يا رب، اسلم عليك يا رب. اشيلك انا صديق وانت تشيلني، هدق في ايدك مسامير تدق على باب قلبي. اسرحك أجرحك والدم ينزف منك وانت تشفيني، أدفنك وتحييني. يا سلام عليك يا رب، مين أحن منك يا رب، مين أحن منك. Jesus Christus.
خريستوس. هنعمل ايه بموضوع المواشي يا ابونا بالصاروخ؟ يا خريستوس بعد التسبيح هنتكلم في الموضوع ده. ابونا يسطس يا ابونا. ابونا يسطس مالك ابونا؟ ابونا مالك يا ابونا يسطس؟ يا رب يا يسوع مالك؟ مالك يا ابونا مالك؟ ما فيش دول شوية طراوة. طراوة؟ طراوة ايه؟ ده انت جاي نار جبان. يا ابونا مالك يا حبيبي؟ سلام 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 يا رب بصوا بقى يا جدع انت وهو كل واحد فيكم يجي شقر عليه يشوف طلباته يطمن عليه. الراجل ده خدمته بركه كبيره. انا هنروح نعمل لك كوبايه شاي وندوب له فيها نوفالجينا ونديها له وربنا يمد ايده ويشفيه. امين امين يا رب. وانا هبقى اجي ازوره واطمن عليه. اطمن يا ابونا اطمن. حاضر انا اطمن. يا ستي يا عدل يا ابن انطونيوس احفظ عليه اخويا في الرهبان. حفظ عليه يا ستي يا عدل يا ابن انطونيوس. قوم يا ابونا قوم اشرب كوبايه الشاي دي عشان يدفيك. قوم. لا مش عايز. ليه يا ابونا؟ دي اول مره ترفض فيها الشاي. خبر ايه؟ ولفتش عليه. ولفتش عليه كيف؟ هو انت بتشرب غيره؟ ما ولفتش على اللي حطيته فيه. مش عايز. طيب يا ابونا عاوز مني حاجه تاني؟ شكرا الله. استريح استريح يا ابونا استريح. الله اطلع يا جدع سيبنا لوحدينا. انت خوخت ولا ايه؟ ايه يا جدع عامل ايه دلوقتي؟ صحتك عامله ايه؟ مش حلوة؟ ها؟ نشكر الله. الساعة كام لك؟ الساعة؟ لا لا لسه بدري يا جدع. شويس بزم لسه بدري يا أسطوس.
تنساش. ازاي الناس بيعرفوها باي هيئة دي؟ ده انا نفسي اول ما جيت الدير ما كنتش قادر احدد ان كان راهب ولا لا. بالذمة يا جدع انت مش فاهم حاجة. انت في حاجه رايحه منك يا ابونا؟ قول لي افتش عليها معاك. ايه حصل ايه يا جوتس يا ابونا؟ نشكر الله. الساعه كم معاك دلوقتي؟ كمل يا ابونا كمل. اثبت مكانك. ساعة كام دلوقتي؟